مشكلة النسيان بعد الحفظ من أكبر المشاكل اللي بتقابل أي طالب، سواء الطالب ده مثلا في إعدادي، في ثانوي، في جامعة. أكيد بيقابل مشكلة إن هو بعد ما بيحفظ كمية معينة بيجي مثلا بعد ساعة أو بعد ساعتين بينسى، لدرجة إن في ناس مثلا ممكن تكون بتحفظ صفحة، حفظت مثلا أول سطرين أو ثلاثة في الصفحة، لما توصل آخر الصفحة بيكون نسي أول الصفحة بيتكلم عن إيه. فمشكلة الحفظ أو النسيان بتاع الحفظ دي مشكلة كبيرة جدا ولازم تلاقي لها حل. من خلال الفيديو ده ان شاء الله هقدم لك على طريقه، الطريقه دي انت هتحفظ بيها. وانا عن نفسي كنت مجربها في المواد النظريه، يعني كنت مجربها مثلا في العربي وجبت في العربي 79 من 80، جربتها في الكيمياء جبت في الكيمياء 60 من 60 الحمد لله. الطريقه دي هتنفع جدا في المواد النظريه، وخصوصا المواد الادبيه هيستفيدوا منها بشكل كبير لان عندهم كميه من الكلام النظري كتير جدا. فاصل بسيط ونشوف هنعمل ايه في الطريقه دي. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه محمد العجل. الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها ديت عاوزه ناس فايقه شويه كده وناس صاحيه لان هتعمل فيها مجهود. الطريقه ديت يعني اول خطوه فيها كده انك مش هتقعد في مكانك، لازم أن تكون واقف كده وبتلف عشان ما تكسلش، خصوصا ان احنا داخلين على شتاء. طيب ايه بقى الحاجات اللي بتتكون منها الطريقه ديت؟ اول حاجه انك عندك يعني مثلا مجموعه من الصفحات عاوز تذاكر الصفحات دي. هاجي على صفحه صفحه هعمل فيها ايه بقى؟ ادي الصفحه الاولى هي المطلوب مني ان انا اذاكر. قبل ما ابدا مذاكره من اول كلمه لحد اخر كلمه في الصفحه ديت هقراها، عاوز افهم المحتوى العام بتاع الصفحه دي، الصفحه دي بتتكلم عن ايه وفيها ايه. خلاص انا فهمت كده المحتوى العام اللي بتتكلم عنه الصفحه. هاجي بعد كده هقسم الصفحه ديت لمجموعه من الفقرات، وليكن مثلا ثلاث فقرات، يعني زي ما انت شايف كده انا قسمت الصفحه دي، ادي مثلا ادي فقره وادي الثانيه وادي الثالثه، دول ثلاث فقرات في الصفحه انا قسمتهم، كل فقره مثلا وليكن خمس سطور. هاجي على الفقره الاولى هعمل ايه؟ هتخيل ان في مجموعه من الطلبه قدامي وانا بقول لهم الكلام اللي موجود في الفقره ديت والواقف ايدي، والله الحاجه ديت تعرفها كذا كذا، بتنقسم الى كذا وكذا، الخصائص بتاعت ديت 1 2 3. هقول الكلام ده وهفضل اعيد فيه حوالي مثلا 10 دقائق، خلاص كده 10 دقائق خلصوا وانت قلت الكلام ده يعني كذا مره قدامك وتخيلت ان في حد، كده انت خلصت الحفظ الشفوي. عشان اتاكد ان انا حفظت اعمل ايه؟ عندك مثلا ورقه بيضاء هترتب فيها الفقره الاولى دي، يبقى انا كده جاي قافل وارتب الفقره الاولى. الفقره الاولى كام سطر؟ خمس سطور، انت سمعت منهم كام؟ 3.5. عندك مثلا سطر ونص انت ناسيهم، ما انتش فاكرهم او مش حافظهم كويس. هتعمل ايه؟ هتيجي على السطر ونص دول وتعلم كده، يعني انت ايه؟ هتعلم تحت السطر ونص دول، تعلم عليهم كده ان دول نقطة الضعف عندك، دول الحاجات اللي انت نسيتها، يبقى ديت نقطة الضعف عندي في الفقرة الأولى، ديت الحاجة اللي أنا بنساها، بحيث لما أجي أذاكر الدرس تاني أو أجي عليه أشوف النقط اللي أنا كنت واقف فيها بس عشان ما أتعطلش، هي ديت النقطة اللي أنا بنساها أو النقطة اللي أنا بقف عندها، يبقى ديت اللي أنا هعيد عليها تاني. خلاص لقيت سطر ونص واقع منك تحفظهم من تاني وتكتبهم في الورقة. كده انت خلاص خلصت الفقره الاولى، هتيجي على الفقره الثانيه نفس الكلام، الفقره الثالثه نفس الكلام وهكذا. بس كده انت عملت كل حاجه ممكن تتعمل، تخيلت ان في ناس قدامك وانت بتشرح لهم وديت افضل طريقه لتثبيت المعلومه اللي هي طريقه الالقاء عملتها، حفظت شفوي وقلت الكلام مع نفسك عملت، حفظت بالكتابه وشفت نقط الضعف بتاعتك فين والحاجات اللي انت بتنساها فين وعلمت عليها في الكتاب عملت. دول كده ثلاث حاجات اساسيه، مفيش اي واحد بيحفظ حاجه هيعمل حاجه اكتر من الثلاثه دول. طب كده انا باقي لي خطوه بسيطه لازم اعملها، ايه هي الخطوه البسيطه ديت؟ ان انا اجيب كتاب خارجي مثلا وابتدي احل على الحاجات اللي انا ذاكرتها، دي شيء اساسي. يعني الحل مميزاته او فوائده كتير جدا، انت ممكن تذاكر الدرس يعني مليون مره وتدخل امتحان تنجح فيه بالعافيه، ليه؟ لان ما عندكش خبره الحل، مش مكتسب الخبره بتاعت الحل، ما تعرضتش انك تقابل سؤال جديد قبل كده، يعني المعلومه هي ثابته قدامك بتعيد وبتزيد فيها، هي المعلومه ثابته مش هتتغير، انما لما تيجي تشوف الحل تلاقي مثلا نوعيه اسئله جديده عليك، تلاقي مثلا سؤال غامض شويه، يعني مثلا على سبيل المثال انا دلوقتي قدامي نص من النصوص في العربي، قعدت احفظ النص ده كذا مره. المظاهر، المعاني، الشرح، خلاص مفيش جديد، التعليق على النص مفيش جديد. دخلت مثلا على الاسئله، لقيت معنى كلمه مش موجوده في المعاني اللي انا حفظتها. يبقى اسال فيه، اشوف مثلا المستر اساله فيها واسال اي حد، خلاص عرفت معنى الكلمه، كده انت استفدت من الحاجه. طب تخيل بقى ان انت كنت ايه؟ بتحفظ بس المعاني اللي موجوده في الكتاب نفسه وما بصيتش في الحل ودخلت في امتحان لقيت الكلمه دي. هتندم طبعا لانك ما حليتش، ولو كنت حليت كنت هتلاقيه حاجه تانية. ممكن مثلا السؤال بتاع ايهما اجمل ولماذا؟ هو بيجيب لك بيت من نص مش عندك خالص، وبيت من النص اللي انت بتذاكره، ويقول لك مين الاجمل فيهم؟ انت مثلا ممكن تقول البيت اللي موجود في النص عندي هو الاجمل، طب ولماذا؟ تقف بقى مش عارف ولماذا ليه؟ اصلا الحاجه ديت ما قابلتنيش وانا بذاكر،
ما طبعا مش هتقابلك وانت بتذاكر، هتقابلك في الحل. فعشان كده بقول لك لازم تحل بعد المذاكره بتاعتك. بمجرد ما انت بتحفظ شفوي وبتعيد على الحفظ بتاعك بالكتابه وبتحدد نقط الضعف بتاعتك وبتعالجها بانك بتحفظها تاني وبتحل كده، انت خلاص ما بقالكش اي حاجه في الماده، انت عملت كل حاجه ممكن تتعمل. يعني خلاص انت جاهز للامتحان وجاهز انك تقفل اي امتحان. بالشكل ده المعلومه مش هتنساها، خلاص انت عملت كل حاجه، تخيلت ان في ناس قدامك وكتبتها وحليت عليها، مفيش حاجه تانية تتعمل. فهتنساها ليه؟ مش هتنساها الا مثلا بعد شهر او حاجه، طبيعي لان دي حاجه عند اي انسان. لكن انا بقصد عدم النسيان انك ما تجيش مثلا بعد يوم او اتنين او نص ساعه حتى ولا ساعه تلاقي نفسك نسيت، لا المعلومه تفضل معايا لمده اسبوع او اسبوعين بس. هو ده كده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبالتوفيق للجميع.